السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد قناة جيمر جيت. اليوم صرنا حلقة 11 من سلسلة تختيم كنا بريدج أوف سبيريت. قبل أن نبدأ اغزر اللايك واشترك إذا كنت مشترك وفعل التنبيهات عشان يوصل كل جديد. خلونا نكمل. أوكي. أوكي. على اخر شيء. استنى. ايوه اوكي. بس صبر. ايوه Die. Just die. Easy. حقنا رجع. أيوة أدب. والله تو ايزي. اللي قبلك كان اوف. هذا ولا شيء. والله تو ايزي. Many rang this bell on a journey of reflection, hoping to seek guidance from our ancestors. أتوقع قصة إن في انعكاسات كثير وإن ممكن الأشياء هذه ممكن تساعدني يعني. As our village struggled, Toshi found few answers here. يقول بينما أن القرية قاعدة تعاني حصل توشي بعض الأجوبة يعني. أوكي. الوجهة الثانية وين؟ عندنا هنا. يب عندنا هنا بعدين نطلع آخر شيء هنا.
حليلهم دولي. هانتر باث اوكي، هذا صياد او طير الصياد اوكي. نشوف شي قدام. Okay. أيوه. يا حبيبي. هذا معقوس. ولا زعلان هذا زعلان. خذ اديله اجلد. اوكي ثالث قطعة، واتوقع كذا الحين باقي نروح نواجه الحين. These statues. وهذه التماثيل نقول موجودة هنا من زمان قبل القرية حتى. اوكي. نقول انها مصنوعة من اجيال، وانها المفروض انها جت حابة على توازن الطبيعة وزي كذا. يقول إنه ما إحنا يقول هو وقريته يعني أصحاب القرية إنه ما فهموا معاني التماثيل هذه إلا بعد يعني بعدين يعني زي كذا حنقول. طيب الحين وين باقي نوح؟ أو باقي نوح هنا نرجع، فخلنا نرجع هنا وبعدين نكمل هناك. يلا
ما اقول الا الله يستر، الله يستر. بس strong spirit to guide. عندك العزيمة قوية. The power of the mountain shrine is mine. يقول لك القوة الجبل لي أنا. وأنا أخذت عشان أساعد في قريتي. لأن هذا الوقت. We can restore your home together. لاتلك الشيء اللي أنت فيه ذا عشان نستعيد القرية. Wanna challenge me? Come. يقول أنت تحديني يا تعالي. Finish. Finish, huh? Just die. موت يا حبيبي. اديله. بعض قراتوا هذولهم قويين مرة. أوه قلنا واجهت الشيء ذا من قبل. أما سيطر عليهم لا. You may think you know these creatures. قل أنت تعتقدين أنك أنت تعرف الكائنات هذه. قل خليني أوريك طبيعتهم الأصلية. هذا قاعد يقاوم ذا صغير. وش ذا؟ ماونتن شراين او له اللي المكان ساحة بوس اسطورية. Yeah.
والواضح ان فيه ثلاثة من الرمح، واحد من واحد يسار وواحد في النص. فبغينا مرة نكون كده ومرة نكون كده. يا لب يا شيخ. أخيرا ما بغينا. Sisters trusted in the power of the mountain shrine. Its waters nurtured our village, gave us life, strengthened our connection to the spirit realm,
إنه زي أو يقوون تواصلهم على أواهم زي كذا. أوكي. I could not understand why he would betray us. يقول هو ما كان يستوعب إن كان كيف بتخونهم الشيء أو بتخونهم الشيء ذا. Our home was crumbling, and the people looked to me for answers. كان الناس دائما ينظروا له يا شباب يبحثون عن إجابات زي كذا. Drained from the village. يقول أنا زي اللي زي حبطتهم أو إنه ما قدر يجيب لهم الشيء اللي هم يحتاجونه يعني أو ما قدر يوصل الشيء اللي هو يحاول لعب كل اللي يقدر يسويه. So we should do nothing. You should take action. The creature is connected to the balance of the land. Its presence, the famine. They are part of a natural cycle. قال ان المخلوقات هذه لها علاقه بتوازن الطبيعه زي كذا مو ذا زعلان يبغى يجيب علاج للقريه يعني your faith in the old ways has blinded you. هذا يقول الشعب ان معتقداتك في الاشياء القديمه اللي عندك يعني راح تخسرنا كل شيء شيء يقول خلنا يعني نطلع باقي او شيء من المنطقه الجديده هو ذا يبغى المنطقة نفسها. Zajiro, you have the power to stop this. We should drive it out. Put down the staff, Toshi. I will end this suffering. يعني هو قال راح أدم المعاناة هذه. Why are you punishing us? هو يقول المخلوق هذا قال ليش عاقبنا؟ What did we do? وإحنا وش سوينا؟ Answer me. جاوبني. How many people must die? يقول كم لازم شخص يموت؟ Why? Tell me. ليش؟ قل لي. Don't turn your back on me. Listen to me. قال لا لا تلف وتروح. قال جاوبني. وبيهاجمه. تاجك يقول له ان زجو قال له مره يعني شيء على الحياه يعني he understood the rod god's purpose fear drove my actions and I destroy something beautiful يقول الخوف دمر عندي شيء جميل كذا
او مشكله العالم شيء جديد كذا. If I had just listened to Zajiro. يقول بس لو اني سمعت الشايب يعني. How many could have been saved? I'm sorry, Itoshi. We're not meant to suffer such pain. تقول احنا مو قد لنا نعاني كثير يعني. But it can imprison us. Change who we are. Your torment. ما ادري قادر الكلمة هذه لكن nothing will change what happened here. يقول ما في شيء يقدر يغير شيء اللي صار هنا. So the land can heal. لازم تسامح نفسك عشان يعني الأرض تعود لطبيعتها يعني أو تعالج نفسها. Come, Toshi. Our time here is over. Goodbye, Kena. There is only one spirit left for you to help. الشيء بيقولها إن باقي روح واحدة بس تنقذينها. تقول مع السلامة الكائن سقطت هذا ليه يا أخي؟ بقى واحد مهم صح؟ هم مودهم يروحون. شكله رهيب. والله لعبة خرافية صراحة. شيء مجنون والله. شيء فخم. Good game. وبكذا ننهي السلسلة الخرافية هذه من لعبة كنا ويج اوف سبيريت. والله لعبة اسطورية صراحة. اللي ما لعبها المفروض يلعبها. لعبة اسطورية صراحة رهيب.